جرين. اليوم عديد المواضيع اللي باش نحكيو فيها في جرين، مشروع كليما ميد، النقل المستدام، اطلس اهداف التنميه المستدامه 2020، ودراسه حول ايقاف اصدارات الغازات الدافئه. نبداو موضوع بموضوع سيدي. نبداو بموضوع يا سيدي، احنا ديما نحكيو على التغير المناخ وليزاكسيون وتاثيره على حياتنا، معناتها تاثيره على حياتنا هنا في تونس وفي العالم الكل، وبرشا كلام وبرشا ترويق. لكن اليوم باش نحكيو على مشروع ميداني اللي معناها كونكري في ديزاكسيون اللي تهم العباد مباشره. هذا المشروع هو مشروع مهم برشا، هو مشروع كليما ميد، العمل من اجل مناخ في المتوسط. هذا مشروع ماخذ تمويل من الاتحاد الاوروبي. الغايه منه هي برشا غايات، اما لخصوها في زوز نقاط. الغايه منه هي تعزيز الامن الطاقي، حاجه الاولى، والحاجه الثانيه القدره على التكيف في الدول الشريكه. التكيف هنا يخزو بها الادابتاسيون، وهذا الكل الواش على خاطر باش ينقصوا من اصدارات الكربون. هذه حاجه الاولى، والحاجه الثانيه باش يقع التكيف مع تغير المناخ. هذا بصفه عام في 8 دول، هذا متاع الاتحاد الاوروبي، اللي ميكانيزم عملتهم في برشا مشاريع، سواء كما نحكيو على المشاريع نتاع البحث العلمي والتجديد للهاش 2020 ولا حسن الجوار ولا غيره، لازم يكونوا فما برشا دي بارتنير. هنا المشروع هذا يهم 8 دول من جنوب البحر الابيض المتوسط، اللي هما الجزائر، المغرب، تونس، مصر، الاردن، لبنان، فلسطين، واسرائيل. المشروع هذا المده نتاعو 4 سنوات، هو بدا في جوان 2018 وباش يتواصل حتى لجوان 2022. وكما قلت لك ممول من الاتحاد الاوروبي، ميزانيه قدرها 6.9 مليون يورو. يعني مجموعة من الدول، خلينا نقولوا المتوسطية، لأن الدول اللي سميتها هذه الكل تطل على البحر الأبيض المتوسط من الجنوب والشمال. من الجنوب أي، شرقا وغربا. شرقا وغربا. المشروع انطلق، مازال ما انطلقش. انطلق كما قلت لك بدا في من جوان 2018 ويتواصل حتى لجوان 2022. نعطيك فكرة على المؤشرات نتاع المشروع، هما برشا. ليست كبيرة، ما اخترت منهم البعض. هم الكل مهمين، اما خاطر ما عندناش برشا وقت اخترت البعض منهم باش نحكي الاهم. خلينا نقول وبعد باش نحكيو المشروع هذايا على الصاير في تونس، دونك هذا كنا نكملوا به. اما المشروع هذا قلت لك 8 دول باش يكونوا فيه 11 مليون مستفيد من المشروع. دونك فما 11 مليون عبد باش يستفادوا من المشروع هذا بصوره مباشره. هنا من المؤشرات نتاع المشروع نرقاو اللي 100 مدينه، ما قلنا احنا 8 دول باش يكونوا فما 100 مدينه تشارك وتعمل خطه عمل تم الطاقه المستدامه والمناخ السيكابس هذو. وفما 50 المشروع هذايا المتوسطي في 50 وزاره وشريك من 8 دول. وعندنا 3 ثمانيات 8 كب ولا 8 في 3 اللي هما 8 فرق تنسيقيه وطنيه اللي يتعاملوا، هذوما اللي زين سي جي. وفما 8 استراتيجيات للعمل المناخي الكاس، وفما 8 خرائط طريق، معناها دي فوي دو روت للعمل المناخي، هذوما 3 ثمانيات. وفما زاده المشاركه في الكوم ماد. الكوم ماد هي الدعم ميثاق رؤساء المحليات والمدن في البحر المتوسط. دونك هذوما باش يدخلوا فيها باش قاعدين يخدموا خدمه كبيره باش البلديات والمدن المشاركه في المشروع تدخل في الكوب ماد. والمؤشر الاخر اللي نكمل به هو 137 مدينه تعمل طلب للانضمام لميثاق رؤساء المحليات والمدن في البحر المتوسط. دونك هذايا حتى الميثاق هذا يدخلوا فيه، والتعاون يولي اكثر، خاطر هنا نشوفوا المشروع قاعد يخدم، يخمم على الديورابيليتي بعد، حتى خاطر خد كيف جوان 2022 فيه برشا ديزاكسيون باش نحكيو عليهم، لكن كيفاش يتواصل وكيفاش تقع كل لحمه بين البلديات، ويولي حتى تعاون ثنائي، والدول تتعاون والمدن تتعاون بينات بعضها. حبيت نسالك لهنا في تونس المدن البلديات، انا قداش من بلديه؟ عندنا 13 بلديه بالنسبه لتونس، عندنا 13 بلدية مشاركة، اللي هما الكتار، حمام سوسة، المنستير، نابل، وعندنا المعمورة، هذوما فيلات نابل، سيسي بالذريعات، بنزرت، رادس، مدنين، القيروان، صفاقس، حمام ننف، والمرسى. هذوما 13 بلدية اللي مشاركين. هنا فما بصفة عامة، احنا ديما كي نحكيو على تغير المناخ، فما دو نوسيون مهمين اللي هما التأقلم ولا التكيف هو لادابتاسيون، وفما الحد من اثار التغيرات المناخيه لاتونياسيون. هذوما فما لي دو غران فولي، معناها التاقلم والحد من اثار التغير المناخ، معناها لادابتاسيون ولاتونياسيون. هنا نلقاو في المدن نتاعنا 13 هذوما، بالنسبه
للتأقلم حدوا 260 عملية وتدخل. 260 خلينا نقول 260 اكسيون. اكسيون اي 260 اكسيون يهموا التأقلم، وعندنا أكثر من 10 عمليات تهم لاتينياسيون. الحد من التغيرات المناخية. بالنسبة لل 260 عملية هذوم في المدن 13 التونسية للتأقلم، شتهم تم أربع مجالات كان لخصوها اللي هما التصرف الماء، حماية التنوع البيولوجي، الاقتصاد، والبنية والبنية التحتية. هذوما اللي كاتربوا لي. أنا باش نعطيك دي زيكزامبل نقول لك باش نعملوا في المستقبل. فما عملية تتم الليتوبيولوجيك. حماية المندمجة. دونك هنا تشوف حماية التنوع البيولوجي. فما دي بيبينيير. فما التغذية الاصطناعية نتاع المائدة المواد الجوفية. فما حصاد مياه عن طريق المواجد. 260 اكسيون. عندي بالتدقيق لكن يلزمهم حصة ولا شطر حصة ولا نعديهم كل مرة نحكيو على بلدية ولا زوج. نحكيو على زاكسيون اللي قاعدين يصيروا. يعملوا بالضبط خاطر حاجات مهمة برشا ويصلحوا كمثال لبقية المعتمديات والمدن نتاعنا. بالنسبة للاتينياسيون قلت كما قلت لك عندنا أكثر من 10 عمليات يهموا المشروع هذا كليما ماد اللي يهموا التصرف في النفايات، الإنتاج الذاتي للكهرباء، التنقل المستدام، وهنا كما استعمال الطاقه الفوتوفولتايك وغيره وغيره. دونك هنا نراو اللي المشروع هذايا نجم نقولوا معناها مادام فيه 8 دول وفي تجارب نتاع الدول الاخرى وغيره، نجم نقولوا الشعار نتاعو معناها بونسي جلوبالمون واجير لوكالمون. دونك ماشينا المحليات وزيد هنا نلقاو لي الحلول. انا شفتهم كما قلت 260 عمليه بالنسبه للادابتاسيون وغيرها من عمليات اللاتينياسيون، نرقاهم اللي هما حلول معناها بدون تدين، حاجات عندنا لوكال في المعتمديات، هذوما يفتحوا برشا فاق، هذا يفتح التعاون للبي بي بي ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، المهن الخضراء، المهن الزرقاء، مقاومة البطالة. دونك هذوما برشا حاجات اللي ينجموا المشروع هذايا يفيد بهم. وهنا الحاجة باهية في المشروع يمكن شعار وانا عندي فرنسي مقترحته المنسقة نتاع المشروع مدام ميل مخلوف مشكورة والفريق اللي معاها الكل، نجم نقولوا شعار عملوا على رواحكم. دونك بالنسبة لحماية المناخ كل بلدية كل مجموعة محلية تعمل على روحها باش على رواحكم في برشا حاجات. وتنزيدوا نعطيو لمثلة كما قلت لك ليزاكسيون حوايج كونكريت وما تكلفش برشا فلوس وفيها برشا تجديد وفيها حتى حاجات قديمه. كان نحكي لك على الماجل. انا الماجل عندها الماجل حاجه قديمه موجوده في بلادنا منذ القدم. منذ القدم يعطيك الصحه. وان شاء الله مره اخرى نرجع على التفاصيل نتاع 13 المدينه هذه كل واحده اش عملت وين وصل المشروع. جرين